رفيفة منيحة؟ أحسن شوي، رجعت لوعيها. ليش ما أخذت على المستشفى؟ والله هي ما قبلت وعصبت لأني خبرتك. رفيف، كيف وضعك أنت؟ منيحة؟ منيحة، لا تاكل هم. يلا بدي أخذك على المستشفى. ما في داعي للمستشفى بنوب، فتل راسي هذا الموضوع. من الصبح لهلأ ما أكلت ولا لقمة. لك معقول هالشي؟ ليش ما أكلتي؟ ما أجا على بالي. طيب كلي هلأ وبعدين بأخذك على المستشفى، موافقة؟ ها؟ خلص ما في داعي نروح هلأ، بس أكل رح أصحى. وبعدين أنا ما بدي أطلع من البيت عمران بيك، يمكن نزلي تتصل، يمكن أمي ترجع، بخاف يجوا ما يلاقوا حدا هون. لا تخافي عليهم، أمك بس تهدى أعصابها رح ترجع. أنا حكيت مع سليم، أول ما تتصل في نزلي رح يخبرني. شكرا لك. أنت لازم تديري بالك على حالك. شوفي، ما بعرف شو عم يتحرك، مشان هيك وجعني. هي أول مرة بيتحرك كتير هيك. ايه والله الظاهر مبين عليه أزعر مثلك عمران، الله يعيننا عليه. أسيل وينه زياد بيك؟ زياد بيك طلع يا خانم. لوين طلع؟ ما بعرف. نعمت خانم بالبيت؟ اي بس مين حضرتك؟ بس دقيقة، شو لوين بعدي من وشي؟ لك لحظة، وقفي وقفي بس ثانية لو سمحتي لخبر الخانم. نعمت خانم، بدي احكي معي كلمتين. يا خانم والله دفشتني وفاتت ما قدرت وقفها. انتوا روحوا على شغلكم، يلا يلا بسرعة يلا. انت شو جابك لهون؟ عم اسمعك قولي. انا امنتك على بناتي ووثقت فيكي يا خانم، ووقتها قلتيلي انه هنن مثل بناتك، هلا هيك اللي بيأمن فيكي؟ جاوبي. لا تعيطي، عدي هون شوي لنحكي. أنا أجيت لحتى قلك هالكلمتين وامشي. لك أنتو شو طينتكن؟ آه نحنا كنا نوثق بكلمتكن إلنا وكنا نحترمها، هلا هاي الأخلاق تبعكن؟ نحنا شو عاملين؟ قولي لحتى أفهم عليكي. ما بتعرفي مو؟ ابنك ترك بنتي حامل نعمة خانم ولا ما عندك خبر بهالولد؟ هالقصة مو مثل ما نك فهماني، لا تحكي بدون ما تعرفي. أنا بعرف بكل شي، أنتو شو بدكن منا؟ كيف هيك ضحكتوا على بنتي؟ كيف خليتوها تحمل بهالولد؟ ليكي سلطان اسمعي، بعرف عندكم أموال ما بتاكلها النيران ما شاء الله، وبهالدنيا ما بتنكسروا أبدا، بس شكلكم نسيانين الآخرة. لا تنسي الله رح يحاسبكم ورح يحرقكم كلكم بنار جهنم، رح تتحاسبي على عملتك. خلاص بكفي بقى. ايه بنتك كانت حامل بس هلأ لا، نزلته من زمان وهالمسألة كلها تسكر عليها. ما تسكرت نعمة خانم وما رح تتسكر طالما هالبيبي موجود. ما في داعي تكذبي، أنا بعرف بكل شي نعمة خانم، البيبي لساته عايش. كيف؟ البيبي عايش لساته، أنت ذنبك ما بينغفر نعمة خانم. خطيتي وخطية بناتي هلأ برقبتك، إن شاء الله من اليوم ورايح ما بتتهني. الله ياخدكن ويريحنا منكن. البيبي لساته عايش، ألف الحمد والشكر إلك يا رب، مو ميت لساته عايش. اسمعي إذا بتحسي بأي تعب بتتصلي فيني، تمام؟ ماشي. يلا روحي وارتاحي هلا، ولا تفكري بقصة أمك وأختك أبدا، أنا بحلها ماشي، بوعدك رجعون. واثقة. يلا بشوفك. ديري بالك على حالك. أنت محظوظ كتير لأنه عندك أب بيخاف عليك وبيحميك وبيفكر فيك على طول.
تفضل زياد بيك. تسمحي لي فوت يا بنتي؟ طبعا، شو هالحكي؟ تفضل لو سمحت. أعطيني الجاكيت عنك. لك محمود، حاج تحوس كرمال الله، شبك من الصبح عم تمشي من هون لهون؟ لك والله انحولت تقعد شوي. لك بدل ما تطلع فيني وتنحول مثل الأهبل، فكر معي شوي. ماشي أخي موافق، بشو بدي فكر؟ ليش أنا بعرف شو اللي مضايقك؟ إيه معك حق، إذا بالأساس ما في مخ هون، كيف بدك تفهم؟ صاير ما عم بفهمك بنوبها؟ وضعنا ممتاز وعين الله علينا، وألف الحمد لله الأكل والشرب موجودين، بقى شو اللي مضايقك؟ ليك فيصل، كم مرة قلت لك فتح مخك ولا تفكر بهالشغلات التافهة بنوب؟ لك كبروا لعقلك كبروا. لك شي مرة فهم علي من دون ما أحكي، مشان الله بس فهم علي. شو هالأجدب يا ربي؟ ايه مرحبا محمود بيك، كيفك؟ تركك مني هلا، شو صار معك؟ انا هلا رايحه على الشركه ودقيت لك لحتى تعرف بك الخطوه. ايه بسرعه تاخرتي كتير، يلا بلا ما اشغلك اكتر من هيك، اذا صار معك شي خبريني فورا ماشي؟ ايه الله يقويكي. بخاطرك. محمود؟ ايه منى حلوه كتير ما هيك؟ لك انا شو بدي فيها اذا حلوه ولا لا؟ أنا ما بيهمني غير شغلة، عم تفهم؟ يعني إذا ما فهمت رح أكتب لك إياها على ورقة وتقراها. فهمت، خلص اهدى. شو هالمخ؟ شو بتشرب زياد بيك؟ شو بتحب ضيف حضرتك؟ يسلموا بنتي، هادي بالأول لنحكي. لا 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 لا، تعادي هون. يعني هلأ حفيدي جوا عم يكبر ببطنك ما هيك؟ لا توطي راسك، ارفعي بنتي، أنا بعرف إنك ما نزلتي الولد. عمران هو اللي قال لي. ما قدرت زياد بيك، ما أجا من قلبي. برافو عليكي، عملتي عين العقل، مبين عليكي قلبك لالله وطيبة كتير من جوا. الله يرضى عليكي ويوفقك، والله إنك فرحتيني من قلبي. عن جد مبسوط؟ ما بتصدقي قديش أنا مبسوط كتير، كأني رجعت 20 سنة لورا. عقلك عند أمك ما هيك يا بنتي؟ عمران حكالي عن كل شي صار معك. ما بعرف وينهم هلأ. للأسف أمك فهمت كل شي غلط يا بنتي، بس إذا كنتي بتعرفي وين هي قاعدة، أنا رح روح لعندها وأحكي معها ورح أشرح لها وفهمها أنه أنتي مالك علاقة، أنتي يا رفيف صرتي واحدة من بناتي، لا تحسي حالك أنك وحيدة. من هلأ ورايح انتي بحمايتي انا ومكانك هون. تفضل. التقارير اللي طلبتهم صاروا جاهزين. هادي حكيت مع الشركة من شوي، رح يقدموا لنا بعد 15 يوم عرض على الحملة. ممتاز، يعني بصراحة نحن من زمان بحاجة للحملة الإعلانية. حضرتك ما طلبت مني، بس أنا اتفقت مع شركة جديدة وضفت أسعارهم على الملف، بتلاقيهم هون يعقوب بك. كتير منيح. وهي الجداول اللي مكتوبة مقارنة بين الشغل القديم والجديد. هاي الجداول بتسهل الشغل علي. أرقام أرقام، ما تعبت فيهم؟ أنا عملتهم لحتى سهل لك الشغل يعقوب بيك. إذا كملتي بهالمستوى رح أرتاح كتير منى خانوم. وأنا هون لريحك يعقوب بيك. صحيح الجماعة حابين يتعرفوا على حضرتك، بتحب رتب معهم موعد؟
يا أكيد تعملي معروف. مرحبا، ليك وش اشتريت؟ تاتا، شو رأيكم؟ آه والله حلو كتير، شكرا. قلبتني شانتاشي فوقاني تحتاني وما تركت موديل ما جربته، وبالأخير لقيت هالفستان الحلو. ورجيني لشو؟ ايه لا توسخي ايديكي كله انتوم. عيب اسأل بس قديش حقه؟ طالما بتعرفي انه عيب لا تسألي، بهيك سارة اكيد ما رح اكل هم المصاري، لازم الكل يتطلع فيني. معناها بكرة رح نشوف صوركم بالجرايد. رجل الأعمال يعقوب يرقان وزوجته شكران يرقان أبهرت الأنظار بجمالها الخلاب. أهلا فيك نوال خانو. خير؟ شو لوين رايحة؟ أنتي شو دخلك؟ شو ما رح أخلص منك أبداً؟ لوين ما بروح بدي لاقيكي بخلقتي؟ رح ضل هون لتنفذي اللي قلته، لأنه إذا ما سمعتيني رح تخسري زوجك على الأخير. مثل أبوكي ما بتعرفي تتصرف. أنا مالي بحاجة لا لنصايحك ولا لمساعدتك، أنا بعرف كيف دبر أموري. إيه واضح إنك بتعرفي تدبري أمورك لحالك، لهيك عم يعاملوكي مثل الخدامة ولا كأنك كنت هالعيلة. بس ضحكي بيعبك لأنه عندك أم مثلي. في بإيدي كارت لدرجة بيخلي عيلة روقان يصيروا خدم تحت رجليك، ورح يجي اليوم اللي رح تتشكريني فيه على معروفي معك. ما بدي منك هالمعروف أبداً، أنتي بس اطلعي من حياتي. مسعود بك فايق شي؟ أنا والخانم فايق. منيح، عملي لي فنجان قهوة. محمود بتعرف بشو عم فكر؟ ايه بعرف. يعني بشو عم تفكر؟ ولا شي. اتمقلس لقلك اتمقلس. انا لقيت لك طريقة لترجع حبيبة قلبك وانت عم تتمقلس علي. لك شو بدي اقول؟ ما كنت بدي اسألك شو الطريقة، بس لما القصة بتتعلق برفيف ما بستحمل. شو هالطريقة الفظيعة؟ هات لشوف. تخيل شوي انت وعم تقرأ جريدة اليوم شفت صورة واحد زلمة مع وحدة ست وهو عم يبوسها أو حاضنها وماسك لإيدها، وهالست هي رفيف، شو بتعمل؟ لك بطلع بروحك ولك. لك كم مرة قلت لك لا تجيب سيرتها بالعاطل، والله لموتك. ما عم بقدر اتنفس محمود. النفس اللي عم تاخده حرام يا حقير. لك خليني كمل حكي بالأول. سد بوزك ولك، سده، طلع لبرا، نقلع، ما بدي شوف خلقتك، ما لك فايدة بالشي. قال حاضنها ولك شو شايفني ولك؟ نعنوع مثلك؟ لك باخد هالمجلة وبحرق فيها اسطنبول وبحرق العالم اللي نشروهم كمان. ألو مين معي؟ ألو؟ لك شو صايبك الطرش؟ ألو؟ هاد رقمه لمحمود بيك ما هيك؟ ايه مين انتي؟ ديما يوروقان. اوه ديما خانم، خير ان شاء الله. في موضوع مهم كتير ولازم احكي فيه معك. ايه احكي، عم بسمعك. عالتليفون ما بيمشي الحال ابدا، شوفك ومنحكي. بخص رفيف. شوفي لا تكونوا ساويتوا له شيء. لا تاكل هم، رفيف منيحه الحمد لله. طالما بخصوص رفيف بشوفك، هلا ببعث لك العنوان بمسج. تمام يلا بعته. ماشي لا تخافي. اكيد في له مصلحه، بس يلا. أنا بآخر فترة ما وعيت عليكي أبداً. كيفك أنتي وكيفه كرم؟ عم نحاول نكون مبسوطين. حكيتي أنتي ونادر شي؟ بشو بدنا نحكي؟ شو بدي أقول لزلمة إله 20 سنة ميت؟ دخيلك، هل أتركك مني يا عمران؟ أنت كيفك؟ منيح عمران، أنا بعرفك من عيونك أخي. شو مشكلتك؟ قول يلا. أنا منيح ما في شي. عمران لا تكذب.
من نحن وصغار بتقليلي هيك. بتتذكري لما اوعى بمشكلة تجي فورا لعندي وتضلي تسأليني شو في لجاوبك؟ متضايق مشان ديما ما هيك؟ ايه والله مالا منيحة اختي، يعني كتير عم تغلط بهي الفترة. يلي مرقت فيه ماله سهل ابدا عمران. النسوان مثل القطاط، لما حدا بيضايقهم بشي ولما بيتحاصروا بالزاوية بيكشفوا عن انيابه. اعطيها شوية وقت ولا تحرمها من اهتمامك وحبها. سايرة وبتشوف كيف كل شي رح يتصلح. وساق بحكي، جربت هالطريقة اختي، جربت كل شي وما مشي الحال. لو سمعتي آخر شي شو قالت لي كنتي فهمتي قصدي. على الأغلب نحنا اثنين ما عاد نثق ببعض. كل شي رح يتصلح عمران، كون واثق، لا تضايق حالك. انت هيك بتضلي دائما؟ كيف يعني؟ يعني هيك بتضلي قلبي خلقتك طول اليوم؟ لا ابنوب نيح، ما بدي اشوفك هيك مره تانية، مفهوم حكي؟ شبكي صفنتي فيه، يلا روحي على شغلك. منى صغار هي امينه. مو معقول هالحاله، بدل ما تنبسط قلب خلقتك على طول. أنا عم أبعتك على أحسن المراكز العلاجية الموجودة هنيك. رايح لتتعالج عندهم ومو عاجبك؟ أنا هي الفكرة من زمان ببالي، استشرت أكثر من حدا بهالموضوع لحتى قدرنا نحجز لك. هنن بيخدموا المرضى المميزين وبس. انسى المهم، هلأ راح تطلع تتعالج بفرنسا حياتي، وبتمنى لك التوفيق هنيك. ما معي حدا، اجيت لحالي. ايه منيح والله، قلتي لي تعال واجيت، احكي لي شو بدك ديما خانم؟ بدي نتفق مع بعض. نتفق بس عشو؟ بدك رفيف مزبوط؟ ايه مزبوط. منيح، معناتها انا رح قلك وين هي متخبية. خير ان شاء الله، ليش بدك تقولي لي؟ لانه هيك بتاخدها وبتروح، وهيك نحن اتنين منكسب، اتفاق مربح. مفكرتيني غبي قدامك؟ عم تنصبي لي فخ ما هيك؟ لا فخ ولا غيره، بدي أعطيك العنوان وتاخدها وتروح. والله يا خانم ما بصدقك شو ما قلتي لي، ماني ولد صغير لصدق. ما بدي شوف رفيف حايمة على زوجي، وانت بما انك بدك اياها. هوب هوب لحظة واقفة عندك، لا تفتري على رفيف، هي شو إلها علاقة بزوجك؟ لك انت ما بتعرف شي محمود، رح قلك وين هي متخبية وانت بتخطفها وبتروح. لك ما بيطلع بإيدك تكذبي على ولد صغير. أول شي بتروحي بتقولي لجوزك ما يستخدم مرته مشان هالقصص هي، وإذا عنده الجرأة يجي ويواجهني. عمران ما بيعرف بنوب وما حدا بيعرف هالشي بيننا. هي صدقتك ديما خانم، لا تتعبي حالك على الفاضي. يلا محمود لوين؟ لك استنى، صدقني ما عم بكذب. ليكي ما رح ضايقكن تمام؟ لا تضايقيني، أنا ماني غبي. طلع محمود تاخد العنوان. محمود
شو انك غبي اجدب. امي نحن شو جابنا لهم؟ لا تسألي اسئلة بايخة نازلي، ليش في عنا مكان تاني؟ شو بيعرفني؟ بس هنن ما انبسطوا بجيتنا، طلعي قعدونا بالأوضة وما سألوا علينا ابدا. نحن اجينا فجأة لعندن، منيح يلي استقبلونا بنتي. شو بدك يعملوا المساكين؟ يعني بدك ياهن يطبلوا ويزمروا؟ بس اهلا وسهلا ما قالتها يا امي، شو ما شفتيها؟ قلبت خلقتها وراحت من هون. نازلي عيوني انتي، لا تعذبيني الله يرضى عليكي، اعصابي تعبانه. يلا امي روحي جيبي لي كاسه مي، نشفان ريقي، يلا روحي. بس يا امي انا ما بعرف شي بهالبيت، كيف بدي جيب لك؟ روحي اطلبي من خالتك سهيله بنتي، شو هالشغله؟ ولي علينا. خالتي سهيلة عم تسمعيني شي؟ خالتي سهيلة ما شاء الله شو هالخفة؟ أمي بدها تشرب مي وأنا كنت عم دور على الكاسات. والله شكلها بنت عمي سلطانة ما عرفت تربيكي أبداً. أنا بعرف إذا الضيف لازمه شي بيطلبه من صاحب البيت وما بيتفتل على كيفه كأنه بيته مهيك. بس أنا ناديت لحضرتك. ماشي خلاص خدي لشوف، إذا لزمكن أي شي بتطلبيه مني، ما بيصير تتفتلوا بالبيت وتاخدوا يلي بدكن إياه. البيت كمان إلو حرمته يا بنتي. يسلموا بنتي. خير نزلي شبك؟ أمي خلينا نمشي من هون، هنن ما بدهم يانا نضل. لوين بدنا نمشي نزلي؟ ما عنا مكان نروح عليه. يا ترى وينهم هلا؟ كيف رح نقدر نلاقيهم؟ يا الله دخيلك صبرني. طمني بالك رفيف، عمران إذا قالك رح يلاقيهم رح يعمل المستحيل، لا تاكلي هم. أنا واثقة إنه عمران بيك قد كلمته ورح يوفي بوعده. اسطنبول كبيرة كتير، لوين رح يروحوا؟ وين رح يناموا؟ مالهم حدا هون، أنا ما عاد استحمل أكتر. أنا رح دبر لحالي شغل بنتي ورح أسأل سهيلة كمان، كانت تروح تشتغل بالبيوت بركي بتلاقي لي شي شغلة. خلينا نرجع لعند أختي، أنتي لو بتسمعيها والله رح تفهمي كل القصة. مستحيل، ولا تجيبي سيرتها، بيكون بالها مشغولة علينا. نازلي يلا قومي، لازم نساعدهم للجماعة بالشغل. يلا إن شاء الله ما يضلوا قاعدين بخلقتنا، والصبح يمشوا ويريحونا بقى. وين رح يناموا اليوم؟ رح نفرش لهم بغرفتك. وليش بغرفتي بالله؟ سوسن لا طالعي لي خلقي مشان الله، يعني في مكان تاني؟ ما بستحملهم غير هالليلة، وإن ما راحوا رح قلعهم. لك نحن شو دخلنا؟ يصطفلوا، إن شاء الله يناموا بالشارع. شو رح تعمل محمود؟ والله ما بعرف شو بدي أعمل، راح يطق مخي من التفكير، تعبت. بركي اللي عم تقوله صح. هلا يمكن اللي عم تقوله يكون صحيح، بس إذا بدي صدقها لازم نكون منتبهين منيح. لك فيصل، أنا حكيت مع المخلوقة، ومع أنها حكيت معي كلمتين بس كأنه في شي ربطني مكاني، ما عاد عرفت أحكي. شو اللي بيصير لي من هالنسوان؟ والله ما عم بفهم. ايه بس منى غير شكل، هالمرة بتطير العقل.
لك إن شاء الله بتوقع وبتبقى بلا عقل بالمرة. ما أنا هذا حلمي أصلاً. الله يسمع منك. خلصنا، غير هالحديث كله. لك بلا ما تجم من وراها، خلصنا. يمكن طول لحتى أرجع لأنه عندي شغل كتير، بتقدري تضلي لحالك؟ أي طبعاً مو مشكلة. عملت لك شوربة وتركتها على الغاز، إن شاء الله تعجبك. ليش عذبت حالك؟ شو هالحكي هاد؟ أنت أمانة عندي والأمانة مانا لعبة، ما هيك؟ أنت عدي وارتاحي، ماشي؟ شكراً. يلا كتير. بخاطرك. لازم ندبر مكان. صاير الناس بهالأيام ما عاد فيها خير بنوب. عن جد اشتهيت بهدلون. أصحك تحكي شي نازلي. لك أمي ما سمعتي شو قالوا عنا؟ سمعت يا بنتي، سمعتهم. كانوا كل صيفية يجوا على البلد. هذا الحكي من زمان. كان لسه جدك وستك عايشين. وطبعاً أنا ما كنت أقصر بواجبهم بنوب. كنت انبسط كتير لأنهم جايين من اسطنبول عضيعتنا. وكنت أهلك وأنا عم بشتغل وأطبخ لهم وما حسسهم بشي. أنتوا كنتوا صغار وقتها وأبوكي كان يحرمنا المصاري ليصرفها عليهم. هلأ أنا مالي ناطرة يردوا لي هالخدمة أبداً، بس يلي عملوه بشع كتير. هي رفيف؟ لا مو هي، هالرقم ما بعرفه. إذا أختك بتسكري. ألو؟ ألو؟ أنتي نازلي؟ إيه أنا نازلي. مين حضرتك؟ أنا عائشة. مين عائشة؟ هاي عائشة؟ هاتي لشوف. ألو عائشة؟ خالتي سلطانة. الحمد لله طلعت من السجن. ألف حمد وشكر إلك يا ربي. كيفك؟ أنتي منيحة؟ لا ماني منيحة. شوفي، والله ماني عارفانة شو بدي قلك. أنا قاعدة عند قرايبينا، عند بنت عمي، بس هلأ قاعدين عندهم مثل المحبوسين. عن جد عم تحكي؟ لا تضلي عندهم، تركيون وتعي لعندي. جيبي البنات وتعي يلا. يسلموا، ما بدي نكون حملة عليكي. شو هالحكي خالة سلطانة؟ شو نسيتي إنك قلتي لي أنا صرت واحدة من بناتك؟ يلا تعي، أنا رح أبعث لكم العنوان هلأ بمسج. تعوى إلا رح أزعل منك كتير خالة. إيه ما بعرف يا بنتي، حلوة نجي؟ إيه حلوة ولو. يلا سكري هلأ، رح أبعث لكم العنوان. تمام يا بنتي. لك العمى شو غبي، قال الأجدب إنه أنا عم بنصب له فخ. لك ما كان يصدقني. يمكن اللي صار خير إلك يا روحي. ديما أنا قلت لك لا تعلقي معه. لا ما له خير أبداً، وأنا لازم أقنعه. وين أمي؟ جوا. شو مو ناوية تروحي من هون؟ أنا يلي ما بدي أتركك وأمشي. فيكي تضلي بس هالليلة، بس بكرة بتحملي حالك وبتطلعي. هاد بيت بابا وأنا ما بدي شوفك فيه بنوب. وأنت مين قالك إنه هاد البيت لأبوكي؟ هاد الحكي كان زمان. بتحبي ورجيكي ورقة الطابة؟ قديشك حقيرة؟ شو هالعملة الوسخة اللي عملتيها؟ ليش لحتى تكون وسخة؟ هذا البيت من طول عمره لإلي، وأنا اللي سمحت لأبوك يعيش فيه. انسي، تركينا من هالموضوع هلأ. ليلي ديما، غيرتي رأيك ولا شو؟ ما غيرته. أنا مالي بحاجة لا لنصايحك ولا لمساعدتك. أنا بعرف دبر أموري لحالي. صار عمرك هالعمر بس لهلأ ما تعلمتي كيف تتعاملي مع زوجك. أنت بتعصبي كتير لدرجة إنك تأذي وبتجرحي كل الناس وكل شي حواليك، صح؟ أنت بتموتي على عمران
لدرجة إنك بتخافي تجي وحدة تانية تاخده منك. وبدل ما تصلحي المشكلة بتتورطي، إذا ضليتي هيك رح تخسري على طول. بتشكرك عرفة معنوياتي، أنا مالي طايقتك بنوب. من أنت وصغيرة هيك؟ كل ما بتبكي بتروحي على غرفتك. تركي، ما رح أتركك، بدك تسمعيني. البكي هلأ ما بفيدك، أنت لازم تكوني قوية. أنا بحياتي ما خسرت أي شيء بدي إياه، كنت دائماً أكسب. هلأ ما بعرف إذا الانفصال بشع، لأنه كنت أتركك دائماً. أكيد بعرف حب، بس هالحياة أنا ما بعيشها بقلبي، بعيشها بعقلي. وإذا بتستخدمي عقلك بتكسبي. تركي لي البكي وانواح تبعك على جنب، راح تحاربي لتكسبي، وأكبر سلاح راح يكون عقلك. هلأ قولي، بدك ساعدك ولا شو؟ الحمد لله انه خلته، والله هالبنت ما في منها، لولاها كان ميت، بس الله هداها وتلطف فينا. نحمد الله على كل نعمه علينا. من اليوم ورايح ابقي لا تقرري شيء لحالك، ولا عاد تعملي هيك شيء، مفهوم؟ لا ما عاد عيدها نوب. اصلا والله انا كنت رح موت من قهري. صحيح نحن امتى رح نخبرهم انه البيبي لساته عايش؟ عمران بيخبرهم. انت لا تحكي شيء لحدا بنوب، ما بدنا تخرب القصة. يا عيني شوفوا لي هالجمال هاد. أمي بابا بقدم لكم ملكة جمال العالم. شكراً يوروقان. خلص لا تبالغ، شو طالعين تتعشوا لحالكم؟ شو هالرومانسية ابني؟ عشا شو يا أمي، رايحين على حفلة جوز أند زي أوسكار جوز تو يعقوب. تأمرني بشي بابا؟ بتحب أنا وعم استلم الجائزة أضرب لك تحية؟ يعقوب يا ابني. نعم بابا. عدوا لأني بعتت عمران وهلأ بيكون وصل لهنيك، يعني جهزتوا حالكم على الفاضي. ابني يا ريتك سألتني بالأول. شكراً 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 يا عمري. استني، تركيني بحالي بنتي، لا تتضايقي. استلام هالجائزة كان من حقي أنا بابا. بس هالجائزة باسمنا كلنا يا ابني، مو بس إلك. طالما هيك ليش دائماً عمران بيروح ليستلمها؟ أنا فاشوش يعني؟ يعقوب عمران ما إجا عالشركة من شهور، وكل الشغل أنا كنت ملاحقه، وأنا بستاهل هالجائزة مو هو. هاي مكافأتي على اللي عملته بابا؟ ها؟ شو هذا هو عدلك؟ إذا الشركة وصلت لهالمرحلة اللي وصلت لها فهالشي بفضل عمران مو بفضلك أنت، ولا تنكر أبداً. لك شو هالزلمة البطل مو طبيعي يا عالم، مو ناقص غير تعمل له تمثال بحديد هالبيت. لا ترفع صوتك بوشي يعقوب. قلت لي انتوا الاثنين ولادي، وبحياتك ما رح تفرق بيناتنا بشي. وينو هذا الحكي؟ ليش ما عم تعدل بيناتنا يا بابا؟ كل مرة عندك كفة عمران اللي بتطبش، ليش هيك بتعمل؟ جاوبني يعقوب. انت معصب هلأ وما عم تحسب الكلام اللي انت عم تقوله. هلأ روح على غرفتك وبعدين نحكي. لا نحن هلا بدنا نحكي يا بابا، خلص انا وصلت معي لهون، حاسس حالي كاني ولد متبنينه بهالبيت. انتوا ما كن عاطيني قيمه، انتوا على طول بتبهدلوني قدام مرتي وبتكسروا احلامي من دون ما يهمكن. ليش عم تعملوا هيك فيني؟ ليش عم تتصرفوا وكاني مالي وجود؟ لك انا بس اللي شو عملت معكن؟ لك انا مشاعري واحاسيسي ما لها اي قيمه عندكن نوب. قولوا لي شو شفتوا مني؟ لك عم ضل ليل نهار وانا عم اشتغل مشان تتشكروا؟ فهمني ليش ما عم تعتبروني رجال بابا؟ ليش؟ هالنظرة بعرفها،
وبتضايقني كتير. انت عم تقول لحالك لو بيسكت وبيمشي بقى رح امشي لا تاكل هم. اذا نزعت مراقك انا بعتذر منك وانسى كل كلامي، اعتبرني ما حكيت ولا كلمة، كمل كأني ماني موجود. انا متعود على هالشي بابا، إلي سنين هيك بابا. وقت كنا صغار كان جدي يقلنا لا تيأسوا من هالدنيا ابدا، واللي بتتمنوه بقلوبكم رح يتحقق. كل شي بنتمناه بقلبنا ماله مستحيل رفيف، وابني اللي حاملتيه ببطنك اثبت لي هالشي. اهلا وسهلا خالتي سلطانة. الحمد لله على سلامتك، الله لا يوقعنا مرة تانية. آمين الله يسمع منك. يلا خالتي تفضلوا لجوا. شكرا بنتي، ما رح انسى لك المعروف. شو هالحكي هاد، انتي مثل امي. يلا نزلي تفضلي، يلا لا تخجلي، البيت بيتك. انا فايتة بس بدي احكي مع رفيقتي قبل ما فوت. ماشي. شو هالحكي، شو شكل لرفيقتك، حلوة مثلك؟ ماشي انتي خدي راحتك، نحن جوا. لا تأخذيني خالة سلطانة، لاستقريت اتصلت فيكي. ليش امتى طلعتي بنتي؟ ما رح طلعت، وين رفيف؟ خير؟ إن شاء الله ما في مشاكل.